السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. عندنا جهاز ايفون 7 بلس بدنا نعمل له تخطي لحساب الاي كلاود بأداة اي اف تي برو. يا ريت بداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول شيء بنفتح أداة اي اف تي برو مباشرة، بنخلي الجهاز على وضع التشغيل. مجرد ما فتحت الأداة ننتظر لتكتمل عملية الفتح. فتحت الأداة بشكل كامل، نتوجه مباشرة إلى خيار أبل. بعد ما اخترنا خيار أبل نروح على خيار رام ديسك، وبعدها بنخلي على الخيار وان كليك، الخيار الأول اللي هو iOS 11-16. والجهاز فاتح في وضع التشغيل، بعمل ستارت. هنا يعطيني خيارات without serial number with serial number، بختار without serial number، بضغط OK. هنا طلب مني أدخل الجهاز في وضع الديفيو مود. طريقة إدخاله للديفيو مود كالتالي: أول شيء نضغط على الباور، نطفي الجهاز بشكل كامل، نضغط على خفض الصوت، نضل ضاغطين على خفض الصوت لوحده. هون الجهاز دخل في وضع ريكفري، الآن بدي أدخله بوضع ديفيو مود. ضروري أدخله بوضع ريكفري بعد هالديفيو مود عشان الجهاز ما يفصل معي خلال عملية التشغيل. الآن بضغط خفض الصوت مع الباور. بعد ما تطفي الشاشة بعد 1 2 3 وبرفع إيدي عن الباور وضل ضاغط على خفض الصوت كالتالي: ضغطنا خفض الصوت، هاي ضغطت الباور، طفت الشاشة 1 2 3. بضغط بشيل ايدي عن الباور بضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز دخل معي في وضع الديفيو مود. الان بضغط اوكي، طلع لي هذا الخيار. الاصدار اللي عليه 15 فبختار 15، اذا كان اقل بختار الاصدار الموجود. يفضل انك تحدثه لاخر الاصدار بعدين تعمل له عشان ياخذ كل التحديثات. نضغط اوكي. بلش ياخذ عملية باور ديفيو مود. الآن بدخل الجهاز بوضع الرام ديسك. شرحت في الفيديو السابق طريقة تشغيل الجهاز بشبكة، وهذا الشرح لتخطي الاي كلاود بدون شبكة. بلش ياخذ بالعمر تاع الرام ديسك. ننتظر لينزل الملفات. يا ريت تضغط لايك تدعمنا في الفيديو لنضل نقدم فيديوهات تساعدكم في عملية الشغل. أخذ وضع الرام ديسك. الآن ننتظر لتكتمل عملية الرام ديسك بشكل كامل. هون طلع لي خيارات جديدة، بضغط عليها بعمل له
خيار هلو سكرين اكتف 15 16، بضغط عليه وبضغط اوكي. بترك الجهاز لغاية ما تكتمل العملية. أداة EFT بتقدر تستخدمها، يعني خلص العملية بشكل كامل، الآن راح يطفي ويشتغل الجهاز. أداة EFT طبعا معروفة، تشتغل عليها هواوي، سامسونج، آيفون، أوبو، لا جميع الأجهزة. إذا بتحبوا بشرح لكم عليها شرح مفصل. أنا بحاول بالبداية، يعني أنا كل الأجهزة عملتها في كل الأدوات المدفوعة والمجانية، فكل شخص متوفر عنده أداة. يعني أنت عندك 7 بلس، عندك أداة EFT بتشتغل، بتلاقي فيديو لـ EFT، لـ EFT. عندك لـ 007 المجانية بتشتغل عليها، عندك كروم اف دبليو المجانية بتشتغل عليها، فكل واحد حسب الأداة المتوفر عنده. زي ما انتم شايفين فتح التليفون بشكل كامل وتخطى عملية الاي كلاود. تقدر تشبك عليه واي فاي، تشتغل على الشبكة، وتشتغل يعني تشبك عليه اي كلاود جديد. وهنا كمان زي ما شفتوا اعطاني اوف اوف، واعطاني انه اكتيفيت. تمت العملية بشكل كامل بنجاح. طبعا في عدة خيارات في الـ EFT، كلياتها يعني بتحبوا نشرحها. في عندك هون عملية الجيل بريك، الجي اس ام، هاي يعني للأجهزة اللي بتعملها باي باس جي اس ام، مع شبكة أو بدون شبكة لأجهزة الجي اس ام. وهون للسيم لوك، ده الجي اس ام والميد للباي باس في الوضع التشغيل الطبيعي. للأجهزة اللي ما بتدعم شبكة معينة وبدك تفتحها من خلال الأداة. في عندك برضو هون خيارات سامسونج، الفلاشة، الباي باس للتخطي، في عدة طرق، في مع فك الرمز، إزالة السكرين لحالها، بس يعني إزالة القفل لوحده مع تخطي. بتختار الأشياء اللي بدك إياها وبتعطي على الجهاز. طبعا بتكون مختار موديل الجهاز اللي بدك اياه. ايه في عندك للفلاش اف ار بي، كمان للام تي بي، في عندك الهواوي اف ار بي ان بريك، كل ريست سكرين بس تشيل السكرين لوك بس لحالها، الاكزانيوم، الام تي كي. الام تي كي فيها كثير خيارات، الام تي كي يعني بتساعد بصراحة، يعني فيها كثير اشياء بتقدر تخدمك، وخصوصا بالاف ار بي. يعني في عدة موديلات تدعم الأداء، عدة موديلات كثيرة يعني، فبتقدر تستفيد منها وتختار تفتح جهازك بشكل أسرع. إنه فيها تحديثات كثير، يعني فيها تحديثات دائما، يعني الأداة دائما عليها تحديث. لو جينا على الأوبو هنا مثلا، الباناسونيك، الأجهزة الغريبة كلياتها، النوكيا، نوكيا طلعوا يا جماعة أجهزة النوكيا يعني بشكل عام. في عندك الكوالكوم، الاس بي دي، الروك شيب، طبعا الابل. وفي عندك هون اول خيار الجنرال اللي هو كمان للتعريب، الاجهزه اللي بدها تعريب تنزل عليها ملف التعريب تبع المور لوكال، يعرب لك القائمه لتعريب الاجهزه، تنزيل البرامج عليها. الاداه كويسه، بتقدر اي حدا يستفيد منها اذا كان صاحب محل. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم في الفيديو القادم. لا تنسى اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.